أصدقائنا وأعزائنا متابعي صفحة آرارات للسياحة ضمن سلسلة جولاتنا في أرمينيا، نتوجه اليوم لزيارة صاخغازور، وادي الزهور الذي يقع شمال شرق العاصمة الأرمينية يريفان وعلى بعد 60 كيلومتر تقريبا، وعلى السفح الغربي لجبل هيغينيس. يبلغ ارتفاع جبل هيغينيس تقريبا 1900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتقام عليه ألعاب الشتوية الأولمبية للتزلج على الجليد. وفي وادي الزهور تتوفر الفنادق والبيوت السياحية، وهناك الكثير من الأماكن الترفيهية للذين يرغبون قضاء عدة أيام فيه، كالتل الفريك الذي لا يمكن لأي سائح أن يزور صاخغازور من دون أن يركب التل الفريك ويرتفع إلى أعالي الجبال ليستمتع بالمشاهد الخلابة من فوق جبل هيغينيس. صاخغازور أو وادي الزهور تعتبر من الأماكن السياحية المميزة في أرمينيا. التل الفريك فيها يتكون من 4 مراحل، كل مرحلة تنقلك إلى ارتفاع معين إلى أن تصل إلى أعالي جبال هيغينيس. مثل ما قلنا الألعاب الأولمبية تقام على هذا الجبل. يستغرق صعود التل الفريك كمرحلة أولى 40 دقيقة ذهابا وإيابا، فيما إذا ما ترجل راكب التل الفريك، لأن هناك ميزة في هذا التل الفريكات ترتفع، فنهاية الخط تترجل لأخذ صور تذكارية والاستمتاع بالمشاهد. يبلغ طول التل الفريك بالمرحلة الأولى 1137 متر، والمرحلة الثانية طولها 1458 متر، حيث تنقلك إلى مستوى أعلى، وفي المرحلة الثالثة تنتقل إلى جبال أعلى من المرحلة الأولى والثانية، ويبلغ طول التل الفريك هناك 1624 متر. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فطول التل الفريك فيه 926 متر. أترككم للاستمتاع بمشاهد وادي الزهور، وإن شاء الله نلتقيكم في جولات أخرى. واللي نرجوها منكم اللي عجبه هذا الفيديو يحاول عمل مشاركة أو شير ليتسنى لأكبر عدد من الأصدقاء والمتابعين لمشاهدته والاطلاع على الأماكن السياحية في أرمينيا. شكرا وإلى اللقاء.